أهلا بكم. آخر اجتماع أمريكي أوروبي كان في عام 2017، وتوالت بعدها الخلافات طبعا بعد وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة. اليوم اجتمع الطرفان مرة أخرى بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يسعى إلى إحياء علاقات تراجعت مع حلفائه الأوروبيين لمواجهة خطر قادم من الشرق عنوانه الصين. فما الذي حصل في هذه القمة الأمريكية الأوروبية؟ في المقام الأول أراد الأوروبيون من بايدن رفع رسوم جمركية فرضها سلفه ترامب على الحديد والصلب الآتي من أوروبا، وكذلك على سلع مختلفة يصدرونها إلى الولايات المتحدة. لم ينجحوا هذه المرة رغم اتفاق طرفين على التنسيق لتنشيط التعاون في المجالات التجارية المختلفة. قبل بدء القمة صدر قرار بتعليق طرفين عقوبات جمركية لمدة 5 سنوات فرضها الجانبان على خلفية أزمة شركتي إيرباص وبوينغ للطائرات، أزمة امتدت على مدى 17 عاما وتبادل خلالها الاتهامات بحصول شركتين على تمويل حكومي غير مصرح به قانونيا. ولأن كل دروب تؤدي إلى الصين، رحب الطرفان بهذا القرار وأشار لأهميته في مواجهة ممارسات الصين في قطاع الطيران تحديدا، خاصة وأن الشركات الصينية استغلت هذا النزاع بين إيرباص وبوينغ للحصول على ميزات غير متكافئة مع الأمريكيين والأوروبيين. كل هذا تزامن مع إعلان آت من البيت الأبيض بخصوص تأسيس مجلس تعاون مشترك يعزز الاستثمار الداخلي والخارجي في مجال التكنولوجيا، والذي من شأنه التصدي للنموذج الاقتصادي الصيني. إذن كل هذا المواضيع لنتعرف في البداية إلى الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة في هذا التقرير. البعض أسماها حربا تجارية وآخرون رفضوا التسمية. هذا كان حال المراقبين لقرار ترامب الصادر في مايو 2018 عندما فرض رسوماً جمركية على الحديد والألمنيوم المستوردين من أوروبا. لم يكن هذا الإجراء الأمريكي الوحيد تجاه الأوروبيين، ففي أكتوبر 2019 أمر ترامب بفرض رسوم أمريكية بقيمة 7.5 مليار دولار على البضائع الأوروبية الواردة سنوياً إلى بلاده، وذلك على خلفية تذمر واشنطن من دعم الأوروبيين لشركة إيرباص للطائرات. غضبت بروكسل وتوعدت بالرد على قرارات ترامب الذي مضى قدما في ديسمبر من العام نفسه، وانتقد حلفائه الأوروبيين قبل قمة لحلف الناتو. وقتها هاجم ماكرون لوصفه الحلف بالميت سريريا، ووجه سهامه إلى ألمانيا لإنفاقها القليل على الدفاع كما قال. وبالحديث عن ألمانيا، كان لترامب قرار في يوليو 2020. الرجل قلص عدد قوات بلاده المنتشرة في ألمانيا إلى 25,000 جندي، متهماً برلين باستغلال بلاده. ذهب ترامب وجاء بايدن الذي كان له أول خطاب رسمي في مؤتمر ميونخ للأمن، وهناك تعهد بعودة التحالف بين ضفتي الأطلسي قاصداً بذلك الأوروبيين. في شهر أبريل أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن قمة تضم قادة المؤسسات الأوروبية والرئيس الأمريكي جو بايدن ستعقد منتصف يونيو في بروكسل بمناسبة زيارة بايدن لأوروبا. وكبادرة حسن نية، ألغت إدارة بايدن عقوبات فرضها ترامب على شركة تنفذ مشروع خط غاز نورد ستريم 2 الواصل إلى ألمانيا، والذي استاءت برلين من قرارات ترامب لعرقلته. نستعرض فيما يلي أيضا خلفية النزاع الأوروبي الأمريكي تحديدا حول شركتي طيران إيرباص وبوينغ. النزاع الأمريكي الأوروبي حول عملاقي طيران إيرباص وبوينغ بدأ عام 2004، حينها أبدت واشنطن اعتراضها على ما اعتبرته دعماً مالياً قدمته الدول الأوروبية لشركة إيرباص، وهو ما أثر على حصة الشركة الأمريكية بوينغ في السوق العالمية، وفي محاولة منها لضمان منافسة متعادلة بين الشركتين رفعت الولايات المتحدة قضية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت القضية اتهامات لبروكسل بتقديم دعم حكومي غير قانوني. عام 2011 وجدت منظمة التجارة العالمية أن الاتحاد الأوروبي منح ما قيمته 16 مليار يورو لشركة أرباس. هذا الدعم المالي حسب المنظمة امتد من عام 1968 إلى غاية 2006. أما الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات أرباس فقالت إن الولايات المتحدة لا تملك أي سند قانوني للتحرك ضدها، وحذرت من أن أي عقوبات تجارية ستعمق التوتر التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة. الخلاف تعمق فعلا مع قدوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. الأخير فرض عام 2019 رسوما جمركية بقيمة 7.5 مليار دولار على البضائع الأوروبية. من جانبها بروكسل هددت قبل عام باتخاذ إجراءات عقابية ردا على الرسوم الجمركية التي طالت قائمة موسعة من منتجاتها. لنفهم أكثر اليوم هذه العلاقة الأمريكية الأوروبية بعد القمة التي اختتمت هذه من بروكسل عبر تطبيق زوم، السيدة لينا بروس الخبيرة في العلاقات الدولية والشؤون الأوروبية. أهلا بك سيدة لينا معنا في دائرة الشرق. فقط لعنوان تمهيدي كما يقال نبدأ هذا الحوار، هل تعتقدين اليوم بأنها كانت قمة ناجحة أم فاشلة ربما أم بداية لا بأس بها؟ مساء الخير أخت زينة وشكرا كثير على الاستضافة. بالطبع هي قمة ناجحة، يعني هذه أول قمة عم بتصير من 2017، فأي قمة بين القيادة الأمريكية والقيادة الأوروبية هي عبارة عن نجاح وعن شريكين مهمين جدا، شريكين دوليين بيحركوا العالم التقوا، فأي انكاونتر أو أي لقاء هو عبارة عن تجديد العلاقة، تجديد الثقة. وكان كتير في شغلة مهمة كتير نتذكرها، إن هي أول زيارة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن خارج الولايات المتحدة، وكانت هي أول شيء طبعاً ببريطانيا لقمة الدول السبعة، وكملها طبعاً ببروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي قلب أوروبا، بالإضافة طبعاً للاجتماع تاع حلف الشمال الأطلسي الناتو. نعم. فنعم هي كانت مجرد أنه صار قمة هي عبارة عن نجاح. طيب أنت ذكرتي يعني بأنها هي بنتيجة عودة التوازن بين جانحي الأطلسي كما يقال بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولكن سيدة لينا هناك كثيرون يقولون اليوم بأن أوروبا هي ليست تلك التي يعني تخلى عنها ترامب، ليست أوروبا ما قبل ترامب، واليوم هناك علاقات جديدة شبكتها هموم جديدة داخليا كانت اقتصادية تجارية أو سياسية، تحرك في الشارع في المزاج في المود. ماذا يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع وكيف اختلفت اليوم توقعات وواقع أوروبا؟ بالطبع الواقع الجيوسياسي لأوروبا صعب ومختلف عن لما نحكي عن قبل 5 سنين، لما كان قبل حتى الرئيس ترامب لما كان الرئيس أوباما، والتحديات الإقليمية لأوروبا مختلفة، والتحديات الداخلية داخل دول الاتحاد الأوروبي كمان صار عندنا شقين، عندك الشق اليمين طبعا المتطرف جدا، عندك الشق الخضر، عندنا الشق اللي هو الأسندية أو الديمقراطيين كمان أضعفوا عن قبل. فتحديات أوروبا أو اختلاف أوروبا هي جاي من عوامل داخلية ومن عوامل خارجية. كمان التقدم خلينا نحكي الاقتصادي أو التحدي الاقتصادي اللي بتشكله الصين للسوق الأوروبية والسوق الأوروبية الموحدة المشتركة، اللي هي أهم إشي بيحكوا عنها بأوروبا هي قوتها الاقتصادية. سرعة الصين بالوصول لأسواق والوصول لدول والاستثمار بالدول هي أضعفت أوروبا، لأن أوروبا هي عبارة عن جهاز بيعمل policies، يعني لازم يعملوا أنظمة، ولازم 27 دولة هلأ صاروا 27 يوافقوا على كل شيء بيصير،
البريكزيت، ما ننسى خروج بريطانيا من أوروبا طبعا. كمان أثر جدا على قوة أوروبا الخارجية، وصارت أوروبا طبعا بسباق سريع مع الصين ومع بريطانيا حتى يوقعوا اتفاقات التجارة الخارجية الحرة. ففي كتير تغييرات، وتغييرات أوروبا كمان ما ننسى هي صعوبة آلية اتخاذ القرار داخل مؤسسات دول الاتحاد الأوروبي. طيب السؤال هنا، هل تستوعب أمريكا هذه التغييرات؟ لأنه بايدن نعم من الدبلوماسية العريقة، ولكن هو من الدبلوماسية القديمة أيضا، بمعنى هل تستطيع اليوم أمريكا أن تقدم لأوروبا الجديدة ما تحتاجه؟ وربما طبعا هنا نتحدث عن الاتفاقات التجارية التي كانت تريدها أوروبا، ولكن أمريكا ليست مستعدة أن تعطي اتفاقيات محددة يعني، وإنما بعض الميزات. ونتكلم طبعا عن الصين وهذا الهوس الأمريكي اليوم ضد الصين ومحاولة احتواء أثرها. لا يبدو بأن تشارك كل أوروبا تشارك هذا، إن كان مثلا ألمانيا ترى أنه يجب التوازن، بريطانيا أيضا، إيطاليا لديها علاقة جيدة تجارية جدا، بعض الدول الشرقية فيها موانئ وفيها مطارات بنى تحتية صنعتها واستثمرت فيها الصين. دائما يعني، وهي من حتى وقت لما كان الرئيس أوباما وبعدين مع الرئيس ترامب ومع هلا الرئيس بايدن، القيادة الأمريكية كانت دائما بتطلب من الاتحاد الأوروبي، من الدول الأوروبية ياخذوا موقف موحد وقوي ومشترك مع أمريكا، مع القيادة الأمريكية، لما فيزافي أو حتى لما بيشتغلوا مع الصين وبموقفهم من الصين. هلا دول الاتحاد الاوروبي خصوصا عندنا فرنسا، ونوه الرئيس ماكرون امبارح حكى احنا مشكلتنا مع الصين مش زي المشكله الامريكيه مع الصين، فما راح يكون في موقف موحد من اوروبا يقول لك هلا احنا راح نشتغل مع الصين اكزاكتلي او بنفس الخطوات وبنفس القوه وبنفس التعنت الامريكي للصين. فهل هو طبعا في اختلاف او هو بشكل تحدي على العلاقات الاوروبيه الامريكيه؟ بالطبع، ولكن كمان في التحدي الروسي اللي هو كتير كمان مهم، اللي اوروبا وامريكا بهذا الفايل او بهذا الملف بيتفقوا بيشوفوا وجهات النظر تاعتهم جدا مشتركه. فهذه اول قمه، ورئيس الامريكي لسه ما خلص اول سنه، فاحنا لسه عندنا كمان 4 سنين حتى نشوف فعلا هاي القمه هل هي رح تتبلور على اتفاقيات زي ما تفضلتوا بالتقرير تاعكم، وكل اللي انحكى الستيتمنتس او الكونكلوجنز النتائج اللي طلعت عن القمه، هل ممكن هي تكون فعلا تاخذ حيزات اتفاقيات؟ ممكن. لموضوع التجاره الحره او موضوع الاف تي اي مع امريكا، القياده الامريكيه الحاليه ما عندها اي انترست او اي اهتمام بانهم يوقعوا اي اتفاقيات تجاره حره مع اي دوله، مع اي مكان. عندهم مشكله داخليه بدهم يحلوها بين الديموكراتس والريببليكانز قبل ما يحكوا على موضوع التجاره مع دول ثانيه. فموقفهم من الصين الاوروبي مع الامريكي، حتى الستيتمنت اللي طلعت اليوم كانت هي جدا ركيكه وما فيها قوه او فيها كونكلوجن او يحكوا في هذا الرود ماب بتاعتنا اللي رح تكون لقدام. طيب الآن ينضم إلينا الدكتور تود بيلت، وهو مدير برنامج إدارة سياسية في جامعة جورج واشنطن من واشنطن. أهلا بك دكتور بيلت. دكتور بيلت، كنا نتحدث أنا وسيدة لينا طبعا ضيفتي من بروكسل عن هل يمكن تسمية هذه القمة ناجحة فاشلة أم لا بأس بها. قالت لي بأنها بالتأكيد قمة ناجحة، لأنها أي تعاطي اليوم أوروبي أمريكي على هذا المستوى من الأول منذ 2017 هو يعتبر خطوة جيدة. ولكن انتقلنا إلى الحديث عما يجمع الأوروبا والأمريكا وما يفرقهم، ما هم برأيك أهم المواضيع اليوم؟ شكرا على استضافتي، وأنا أتفق مع السيدة أبو الروس على ما قالته. هناك طبعا أمور كثيرة على المحك اليوم، ولكن يجب علينا أن نفكر بقمتي الناتو وأيضا قمة المجموعة السبع، وأيضا هناك هذه القمة التي ستجمع الرئيسين بوتين وبايدن. هذا سيساعد بايدن على تحديد نقاط القوة وأيضا على تحديد البطاقات التي يمكنه أن يلعبها فيما يتعلق أيضا
بنورد ستريم 2 مثلا، وهذا سيتم الحديث به مع فلاديمير بوتين. وعلاوة على ذلك هناك قضية الهجومات السيبرانية التي شاهدناها مؤخرا، وهذه أيضا من المسائل المهمة التي تقلق بايدن. وعلاوة على ذلك هناك هذه الضريبة التي تتعلق بالشركات، شركات التكنولوجيا إلى آخره. وأيضا هناك هذه العوامل التي تقلق بايدن، وبايدن قال أعطوني بعض الوقت من أجل أن أمضي قدما في هذه المسائل، وهذا سيتطلب بعض الوقت. ولكن إن الدبلوماسية تعتمد على ذلك، لأن الطرف الآخر الذي يبدو أن يحل بعض المسألة لن تحل المسألة فقط من الطرف الآخر من دون استفادة الطرف الأول. إذن هذه هي الدبلوماسية. الدبلوماسية تحتاج للوقت، ولا يتكلمون عن هذه الصفقات التي عقدت، ولكن إن الشيطان يعيش أين يكمن في التفاصيل. طيب، وأيضا الملائكة تكمن يعني في التفاصيل. دكتور بلد، قلت بأن بايدن يحاول أن يحدد نقاط القوة والأوراق التي يمكن أن يلعبها، في جولة وجردة سريعة برأيك ما هي أهم النقاط أو الأوراق التي سوف يعود بها من جولاته هذه من الناتو والاتحاد الأوروبي وطبعا بريطانيا بوجه الصين وروسيا؟ إن البطاقات الرئيسية في أيدي بايدن ضد بوتين تتمثل في العقوبات على الشركات الروسية. وأيضا هذا أقلق الرئيس بوتين. علاوة على ذلك هناك مشروع نورد ستريم 2 إلى ألمانيا، ولا أعلم عن مدى متانة هذه البطاقة، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك هذه الفرصة للتعاون. يجب علينا أن نفكر بهذه البطاقات التي ستلعب، وربما هذه ستظهر روسيا كهذا الطرف الجيد بعيدا عن هذه العلاقة الزبائنية العلائقية فقط. ولكن هناك فرص للتعاون في المستقبل بين الطرفين، وربما يجب التطلع إلى ذلك من خلال دبلوماسية اللقاحات. مثلا إن الصين وإن روسيا سبقت الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإرسال اللقاحات للعالم ولباقي البلدان، فيما يتعلق بزيادة حسن النية مع هذه البلدان وأيضا القوة الناعمة لهذين البلدين بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن ربما هناك هذا العامل للتعاون، ولكن روسيا تود كل الود أن يكون لها هذا النظام الجيوسياسي القوي في العالم وأيضا بنظر الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. ولكن للأسف هذا ما لا يحصل، وأن بايدن لديه هذه الأجندة المحددة من أجل التعاطي مع مسائل مثل أوكرانيا وأيضا لوكاشينكو وبيلاروسيا وأيضا قمع الصحافة والمعارضين. هناك بعض التنافر، ولكن هناك أيضا فرص من أجل التعاون وهذه البطاقات التي تلعب بهذه القمة المهمة. طيب، أعود إليك سيدة لينا. إذا حاولنا أن نقوم بجردة حساب كما حاول الدكتور بيلت أن يقوم بها، وهي الأوراق التي جمعت من هذه اللقاءات والجولات، ماذا يمكن أن تكون بالنسبة لأوروبا؟ أعرف أنه صعب الحديث عن كل أوروبا وحدة كاملة، ولكن يعني أهم المواضيع وأهم الدول إذا صح التعبير. أهم المواضيع أخت زينة كانت موضوع المجلس الأوروبي الأمريكي للتكنولوجيا أو التك اللي هم أسسوه، يعني أعلنوا عن تأسيسه. هذا كتير 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 مهم، لأنه من أحد التحديات والمخاطر اللي بيواجهوها مشتركين مع بعض الولايات المتحدة وأمريكا وأوروبا ودول الاتحاد الأوروبي جميعها، هو موضوع السايبر سيكوريتي وموضوع الديتا ترانسفير، هو تبادل المعلومات وتبادل البيانات. وهذا رح يكون جزء من اهتمام هذا المجلس. وطبعا لأنه يعني أهم الشركات الأمريكية كل يوم عم تاخذ فاين، يعني عم بكتبوا يعني عم بدفعوا رسوم أكثر ومخالفات للاتحاد الأوروبي زي فيسبوك وأمازون وجوجل. فطبعا هذا المجلس بالنسبة للولايات المتحدة كان كتير مهم. موضوع المالتيلاترال أو العودة للدبلوماسية أو عودة للمنظمات الدولية زي الأمم المتحدة زي منظمة التجارة الحرة، أعلنوا بالستيتمنت تاعتهم اليوم إنه
عودة الولايات المتحدة وأوروبا بنفس السرعة وبنفس خلينا نحكي الحماس لإعادة الحيوية لهذه المنظمات وإعادة اهتمامها على الساحة الدولية. طبعا موضوع الرسوم الجمركية اللي نحكى فيها هلا قبل شوي، موضوع باوينغ وإيرباص، هذا كان يعني زي ما بيقولوا ببراكسل تنفست الصعداء، لأنه هاي الرسوم كانت كمان بتأثر على كتير قطاعات أخرى وعلى منتجات أوروبية أخرى. فهذه رابع شغلة. والخامس نقطة كتير مهمة هي موضوع خلينا نحكي التحدي الجيوسياسي. فكان في عندهم تداول على موضوع تركيا، تداول على موضوع روسيا، على موضوع إيران، وعلى موضوع إيران كان كتير مهم إنهم الطرفين دعوا لعودة إيران وخطر عدم عودة الولايات المتحدة للاتفاق، وكمان إنه تخصيب إيران تكمل نشاطاتها بتخصيب اليورانيوم. نعم. فهاي هي كانت الاهتمامات خلينا نحكي الدول الأوروبية، أو إذا نقدر طبعا الدول الأوروبية نحكي هم مش كلياتها بنفس الأهمية، عم نحكي عن فرنسا وعم نحكي عن ألمانيا وبلجيكا. أيوة. طبعا هلا بريطانيا مش معانا أني لونجر، بس بنفس الوقت كانوا بنفس القارب. طيب شكرا لك يا السيدة لينا أبو روس الخبيرة في العلاقات الدولية والشؤون الأوروبية من بروكسل. شكرا من واشنطن دكتور تود بيلت مدير برنامج إدارة سياسية في جامعة جورج واشنطن. شكرا لكما على كل هذه الشروحات ونقل وجهتي النظر في دائرة الشرق. لنذهب إلى فاصل، المزيد بعده في دائرة الشرق.